طبعا اللي انا عملته دلوقتي كونفيجريشن الى حد ما انتم مستصعبينها، تمام؟ اللي انا عملته دلوقتي عن طريق الكومنتس. قال لك طب ايه رايكم بقى ان في طريقه كونفيجريشن اسهل بكتير من اللي انا عملته ده؟ ايه هي؟ برنامج كده سيسكو عاملاه اسمه سي سي بي، كلمتكم عنه قبل كده على فكره في النظري واحنا بنشرح في السمستر الثالث تقريبا، تمام؟ كنت قلت لكم قبل كده ان كانت سيسكو زمان عامله برنامج اسمه اس دي ام، وحتى قبل الاس دي ام كان في سي دي ام، تمام؟ سيسكو ديفايس مانجر كان ليه مشاكل كتير، بعد كده سيسكو شالت السبورت من عليه خالص ونزلت ببرنامج سي سي بي. اخر حاجه سيسكو نزلت بيها لغايه دلوقتي فيرجن سي سي بي 2.8، الفيرجن بتاعها 2.8، تمام؟ سي سي بي اختصار سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال، سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال ده برنامج بيخليني اعمل كل الكونفيجريشن بتاعه سيسكو اللي احنا عملناها دي بس نظام جي او اي. جي او اي يعني ايه؟ زي بالظبط ما انتوا بتعملوا كونفيجريشن للدي اس ال موديل، مش انتوا بتدخلوا على صفحه براوزر تعملوا له كونفيجريشن؟ نفس الكونفيجريشن بس عن طريق ايه؟ براوزر، تمام؟ فهنعمل كل الهيصه اللي انا عملتها دي دلوقتي عن طريق السي سي بي. اول خطوه خالص طبعا عندي لازم المفروض ان الراوتر بتاعي ار 1 هوصله بجهاز الكمبيوتر بتاعي عشان اقدر ان جهاز الكمبيوتر بتاعي هو اللي هسطب عليه برنامج السي سي بي. طيب انا هوصل هنا مثلا سي هوصل كلاود واخلي الكلاود دي تشاور على كارت الشبكه الحقيقي بتاعي ايثرنت، تمام؟ وهوصل ده مثلا سي فاست ايثرنت 0 على 1 بالكلاود، تمام؟ هدي بس الانترفيس اف 0 اوفر 1 اي بي في نفس النتورك بتاعتي عشان اقدر اكونكت عليه. سي مثلا الكارت بتاعي دلوقتي واخد ستة، هاجي على الراوتر اف وانزل تحت الانترفيس اف 0 اوفر 1 وادي له اي بي ادرس 192.168.1. اختار ايه؟ 16 مثلا. انا عايزه ابعد عن الرينج بتاعكم عشان اتاكد ان انا مش عامله كونفليكت مع اي حد فيكم. على اللاب بتاعي كده، احنا اتفقنا ان اللاب بتاعي 6 كده، في كونكتيفيتي ما بين اللاب بتاعي وما بين الراوتر، كده اقدر ادخل على الراوتر ببرنامج السي سي بي، تمام؟ ادخل عليه ازاي بقى؟ اعمل الكونفيجريشن دي ازاي؟ اول خطوه خالص المفروض ان انا بسطب برنامج السي سي بي، بس عشان برنامج السي سي بي اصلا اقدر ان انا اسطبه في شويه بري ريكويزيتس لازم ان انا اتاكد الاول ان انا عاملها. ايه هي؟ سي ان اي سكيورتي اهي، تمام؟ ده برنامج السي سي بي، ده اخر فيرجن سيسكو عملته اللي هو 2.8، تمام؟ عشان ينفع ان هو اصلا يتسطب لازم الاول اسطب الجافا، مش اي جافا، لازم يكون فيرجن معين، يعني كل فيرجن من السي سي بي وانتوا بتعملوا له داونلود من موقع سيسكو بتقروا البري ريكويزيتس بتاعته، تمام؟ وخصوصا الجافا مشاكلها تخنق، يعني انا لو مش مظبطه الدنيا عندي صح في الجافا اتفرجوا على التهليس اللي بيحصل، تمام؟ فده الجافا اللي انتوا هتحتاجوه فيرجن 6 ابديت 11. بعد كده هسطب الفلاش، الاثنين دول لازم يتسطبوا قبل ايه؟ قبل ما افكر ان انا اسطب السي سي بي. هي حاجه عجيبه شويه بس برنامج السي سي بي ما بيتفتحش الا عن طريق الانترنت اكسبلورر، ماشي؟ يعني سيسكو من الناس اللي بتحترم مايكروسوفت جدا جدا، وهي تقريبا الوحيده على مستوى العالم اللي بتستعمل انترنت اكسبلورر. لازم انترنت اكسبلورر. لا انترنت اكسبلورر، انترنت اكسبلورر، تمام؟ بعد ما سطب الجافا وبعد ما سطب الفلاش بلاير لسه ما خلصتش، لان زي ما اتفقنا مشاكل الجافا كتير، تمام؟ في ملف هنا انا عامله لكم اصلا برضو عشان مشاكل الجافا. لازم اظبط شويه حاجات في الجافا قبل ما اقدر ان انا اشتغل عليها. ايه هي؟ هدخل تحت كنترول بانل، اول ما بسطب الجافا بيظهر عندي اوبشن هنا او ايكون هنا اسمها جافا، تمام؟ هدخل تحت ابديت او تحت جافا يا ربي، تحت فيو
جافا ابلت ران تايم سيتنجز وفيو واحط القيمه دي بايدي. القيمه دي انا اللي حطها تمام. هتلاقوها في الملف يعني اسلام ما تحاولش تدقق نظرك يعني كده هيضيع اهو. القيمه اهي في الملف. ايه دي؟ لا ما اعرفش. لا ده ما بقول لك مشاكل الجافا كتير، فانا اصلا بلف كل دايما على البرنامج ده مشاكله كتير يعني تمام. بعد كده هدخل تحت ادفانسد تحت جافا بلجن واتاكد ان علامه الصح دي انا شلتها، ولو البرنامج السي سي بي شغال اعمل له ريستارت لبرنامج السي سي بي. بعد ما بشيل العلامه دي الانترنت اكسبلورر ذات نفسه لازم اعمل له ريستارت تمام. انا اوريدي الاوبشنز دي مظبطاها. هبدا دلوقتي بقى ادخل ببرنامج السي سي بي. فين بقى برنامج السي سي بي؟ على الديسكتوب هنا. بعد ما بيسطب بيرمي لي شورت كات على الديسكتوب. احنا اتفقنا ان شويه البري ريكويست هسطبها، واخر خطوه بسطب برنامج السي سي بي. يا ريت ابتداء من ويندوز 7 هيعمل لك مشاكل لو انت ما شغلتوش ران از ادمنستريتور. لا عادي. برنامج ايه، جافا ولا سي سي بي؟ عمارة اللي بيسأل؟ ركزوا بدأ يكونكت اهو. خدتوا بالكم ان هو معتمد على جافا؟ بيقول لي بس انت عايزه تتاكدي ان انت يعني تبعتي اخر ابديت لموقع ماك اسيسكو ولا لا. مش عايزه الكلام ده خالص، كنسل تمام. طيب ايه هو الاي بي اللي انا عايزه كونكت عليه؟ كليك يمين على الكوميونتي دي هدلتها، هعمل لكم كوميونتي تاني من اول وجديد. دي بس كوميونتي انا اللي كنت مكريتيها تمام. نيو كوميونتي وتسموها اي اسم هنا. ايه الكوميونتي دي بقى؟ هي مش شرط زي مثلا هسميها سيسكو او نسميها سي سي ان اي. ايه الكوميونتي دي؟ قال لك ميزه برنامج السي سي بي عن البرنامج القديم اللي قلت لكم عليه اللي اسمه اس دي ام، ان ممكن ادخل على كذا راوتر اعمل لهم كونفيجريشن في نفس الوقت. واخدين بالكم قدامي كام اي بي ممكن احطه؟ وكل مجموعه من الراوترز ممكن احطهم في كوميونتي لوحدهم. ايه كوميونتي؟ كعمليه تنظيميه مش اكتر. يعني زي ما قلت لكم ممكن ما اكونش كريت كوميونتي اساسا، كعمليه تنظيميه مش اكتر. الراوترز اللي تحت السي سي ان اي، الراوترز اللي تحت السي سي ان بي، الراوترز اللي تحت مش مثلا سي سي اي اند سو اون تمام. طب مين هو الاي بي اللي انا عايزه كونكت عليه؟ في حاجه بقى قبل ما احط الاي بي وابدا اشتغل عليه، في شويه اوامر لازم الاول اسمح ببورت 80 او 443، يعني اسمح ببروتوكول الاتش تي تي بي او الاتش تي بي اس على الراوتر. مش انا دلوقتي هدخل على الراوتر ببروتوكول يا اما اتش تي تي بي يا اما اتش بي اس، فلازم الاول افتح البورت ده. افتحه ازاي؟ هاجي على الراوتر. والله انا لو عايزه اكونكت عليه ببروتوكول الاتش تي بي هقول له اي بي اتش تي بي سيرفر تمام. لو انا كنت عايزه ادخل عليه ببروتوكول الاتش تي بي اس هقول له اي بي اتش تي بي اس سوري اتش تي بي سكيور سيرفر تمام. بيعمل لي جنريت للار اس اي 1024. لغايه دلوقتي حد وقع مني كده في حاجه تمام. وبعد كده هقول له اي بي اتش تي تي بي اوثنتيكيشن لوكالي. يعني ايه؟ يعني لما حد يجي لك من بعيد هيكتب اكيد يوزر نيم وباسورد. بص على الداتا بيز اللي موجوده فين؟ على تاكاتس سيرفر، على راديو سيرفر، امال فين؟ على اللوكال تمام. وبعد كده هكريت يوزر نيم، بس مش يكون ابو بريفليج واحد، ابو بريفليج 15. عشان اقدر اكونكت برنامج السي سي بي لازم ادخل على عليه برنامج او سوري بيوزر ليه بريفليج 15. فاقول له يوزر نيم عبير بريفليج 15 باسورد او سيكريت زي مثلا 1 2 3 تمام. انا كده خلصت شغلي كله اللي المفروض يتعمل على الراوتر. هاجي بقى برنامج سي سي بي اقول له هنا الاي بي اللي انا عايز ادخل عليه. انا كنت اديت له كام؟ 16. تمام. مين هو اليوزر نيم بتاعي؟ عبير. الباسورد 1 2 3 تمام. لو انا عايزه دلوقتي اكونكت سكيورتي سكيورد هحط علامه صح هنا. بصوا حتى لو استخدمت السهم ده
طول ما انا حاطه علامه الصح بيقول لي ان انا دلوقتي بكونكت بورت كام؟ 4 4 3. طب لو شلت علامه الصح دي يبقى انا كده شغاله ايه؟ 80. تمام، استخدموا اللي انتوا عايزينه. هستخدم مثلا دلوقتي 80 على اساس ان انا كده كده مش مقلقه من حته السكيورتي عشان يبقى اسرع، بس السنه في ايدي مش اكتر. هو في ايه؟ هو فصل؟ هو مش بيتحرك عندكم الماوس؟ يلا قلنا تاني، طالما انا عايزه كونكت سكيورت هحط هنا علامه صح، مش عايزه كونكت سكيورت هشيل علامه الصح. تمام، ممكن كمان اقول له ديسكفر. ديسكفر يعني ايه؟ انا لازم مصد في الاول قبل ما كونكت على الراوتر اعمل له ديسكفري، فممكن احط له علامه صح هنا او اقول له اوكي، وبعد كده الراوتر دلوقتي وحالته نوت ديسكفر، اقول له ديسكفر من هنا. اول ما هقول له ديسكفر هيقعد في حدود مثلا كام ثانيه كده، اقل من نص دقيقه، يبدا يعمل لي ديسكفر، يعني يستكشف الراوتر اللي انا عايزه كونكت عليه. نستنى عليه كده لغايه ما نشوف هيعمل ايه. بيعمل ديسكفرنج اهو. وخدوا بالكم هو بيقول لي نوت سكيورد، صح؟ نوت سكيورد ليه؟ تمام، مش عارفه اظبطها لكم شويه، بس لو طلعت ده شويه كده هلاقي القفل اللي هنا مفتوح. لقطوه؟ شفتوه؟ صح، لان القفل ده مفتوح ليه؟ معنى كده ان انا داخله ببروتوكول HTTP مش HTTPS. تمام، عايز اعمل كونفيجريشن بقى للراوتر ده. هو قال لي كده خلاص ديسكفرد ويز ورنينج، لان جاست بس الاي او اس اللي انا شغال عليه ريكومندد ان بشتغل عليه بالبرنامج القديم الاس دي ام، السي سي بي محتاج الفيرجنز الاحدث مش اكتر، انما هيشتغل مش هيقول لا. لو جيت هنا قلت له كونفيجر، وباي ذا واي لو انا كنت ضايفه اكتر من راوتر بعمل لهم كونفيجريشن من هنا، بختارهم من هنا، اختار الاي بي اللي انا عايزاه واقول له كونفيجر. تمام، هضغط هنا على كونفيجريشن. تعالوا نلعب شويه قبل ما نعمل في بي ان. على سبيل المثال لو دخلت على راوتر، تمام، راوتر اوبشنز، الهوست نيم R1، طب دبل كليك غيروه، عايز اخلي له دومين معين، عايز اعمل له بانر، عايز احط باسورد اللي هي السيكرت باسورد. تمام، طيب ايه تاني؟ ايه تاني نلعب في ايه؟ لو جيت مثلا على التايم اظبط التايم زي ما انا عايزه. الان تي بي، فاكرين الان تي بي؟ اضيف الان تي بي سيرفر اللي انا عايزاه. تمام، إيه مثلا على سبيل المثال عايز اظبط دي اتش سي بي، دي اتش سي بي بول، وتقول له اد، وتضيفوا البول اللي انتوا عايزينه. الهيست الكونفيجريشن اللي احنا عملناها هتظبطوها هنا بس في الصفحه دي، تقولوا له اسم البول، الستارت اي بي اللي انتوا عايزين توزعوه، من يعني من اي بي كام لغايه اي بي كام. تمام، فتره الليز، هتوزع دي ان اس ايه، هتوزع دومين نيم ايه، هتوزع ديفولت راوتر اللي هو الجيت واي ايه، واوكي بس كده خلصت. تمام، ايه تاني؟ الانترفيسز مثلا، تعالوا نلعب شويه في الانترفيسز. لو دخلت هنا على الانترفيسز، سي دلوقتي ان انا عايزه مثلا اعدل في الانترفيسز، هقول له اديت. كل الانترفيسز بتاعتي اللي انا مظبطاها على الراوتر حالتها دلوقتي ايه؟ اب. ممكن اجي على اي انترفيس فيهم واقول له اديت. ممكن اضيف انترفيس لوب باك مثلا ولا حاجه، ممكن ادلت انترفيس لوب باك مثلا ولا حاجه. ها، واضحه؟ هايل جدا ولا لا؟ مثلا على سبيل المثال لو دخلت تحت سكيورتي، سكيورتي اوديت، فاكرين الاوتو سكيور؟ الاوتو سكيور اللي هو كان عندي اتنين مود، فول مود والنو انتر اكت. الله ينور. تمام، لو انا قلت له دلوقتي بيرفورم سكيورتي اوديت، ده كده هيمشي معايا ويزرد نيكست، هيقول لي ايه هو الانترفيس اللي كونكتد بالانترنت مثلا، سي هقول له مثلا اف 0 اوفر 0 ده اللي كونكتد بالوان، نيكست ماشي، وده اللي كونكتد باللين، نيكست. بيبدا يتشك، لما كان بيتشك ويقول لي ايه هي المشاكل اللي عندي، بيبدا يسالني مجموعه من الاسئله، اقفل لك دي، لا افتح لك دي، افتكرنا الحمد لله. تمام، بيقول لي هنا البانر مثلا لا مش معمول، ايه تاني مثلا السيف، لا السيف ده شغال، سيت يوزرز، لا انا عم كريتا يوزرز، ممكن اسيفه از ريبورت، وبعد كده اتشيك على الحاجات اللي انا عايز اعمل لها فيكس، ومجرد ما اقول له نيكست
هيبدا ان هو يعمل بوش للكلام ده للراوتر. تمام. لو انا قلت له دلوقتي وان ستيب لوك داون، لو مجرد ما هقول له يس ده هيظبط لي السكيورتي زي ما اتفقنا من وجهه نظر سيسكو. فممكن الاقي نفسي اتحطيت في موقف ان انا عملت لنفسي لوك داون من لوك اب لوك سوري لوك من الراوتر، طلعت من الراوتر لاني دلوقتي بكونكت عليه ريموتلي. تمام. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. شفتوا الموضوع هايف جدا جدا ازاي؟ نرجع بقى للموضوع بتاعنا. ايه هو اللي انا انترستد فيه؟ سكيورتي. ايه بالظبط في السكيورتي؟ الفي بي ان. طب الكونفيجريشن اللي بنعملها دلوقتي ايه؟ سايت تو سايت في بي ان. تمام. طيب انا عايزه دلوقتي اشغل سايت تو سايت في بي ان عادي اللي احنا شغلنا عليه من شويه، ولا سايت تو سايت على جي ار اي؟ فاكرين بروتوكول جي ار اي، تانل جي ار اي؟ انا دلوقتي مثلا عايزه اشغله ايه؟ سايت تو سايت العادي، واقول له هنا لانش. تمام. هيقول لي دلوقتي كويك ويزرد، كويك سيت اب، ولا ستيب باي ستيب؟ لو انا قلت له كويك هو هيظبط لي بوليسز الديفولت. انا مش عايزه اظبط البوليسز الديفولت، انا عايزه انا اللي احدد البوليسز اللي انا عايزه اشتغل عليها بايدي. فاقول له هنا ايه؟ ها ستيب باي ستيب نيكست. طيب مين هو الانترفيس المقابل للوين؟ اف 0 اوفر 0. طب مين هو الاي بي بتاع الطرف الثاني؟ 11002. طب انت هتستخدمي بالنسبه للاوثنتيكيشن بري شيرد كي ولا ديجيتال سيرتيفيكت اللي هي بيئه البي كي اي؟ بري شيرد كي. طب الباسورد بتاعتك سيسكو. نيكست. طيب بالنسبه للايك فيز 1، الايك فيز 1 اللي هي قلنا تاني اللي هي المرحله اللي بنعمل فيها سكيورتي للكي ذات نفسه. تمام. استخدم لك البروبوزال ده ولا كريت لك بروبوزال؟ هقول له مثلا كريت لي بروبوزال مثلا اللي رقمه 2. طب بالنسبه للانكريبشن هستخدمه مثلا اي اي اس 128. طب بالنسبه للهاش ام دي 5 ولا اس اتش اي؟ طب هتستخدمي بالنسبه للاوثنتيكيشن بري شيرد. طب الجروب ده في هيلمان مثلا سي 5. اللايف تايم، مش دي نفس الاوبشنز بالظبط اللي انا استخدمتها بس عن طريق ويزرد؟ صح. اوكي. نيكست. طيب الترانسفورم سيت، قلنا ترانسفورم سيت دي المرحله اللي بسكيور فيها الداتا ذات نفسها. اللي فاتت كنت بسكيور فيها الكي، المره دي انا بسكيور الداتا ذات نفسها. هتستخدمي الديفولت بوليسي اللي موجوده ولا تادي 1 سي مثلا هكريت واحده؟ تمام. هستخدم فيها بروتوكول مين؟ الاي اس بي، بس لو قلت له هنا شو ادفانسد، ولا الاي اتش؟ ده انا ممكن كمان استخدم الاثنين. لو تفتكروا كنت قلت لكم ممكن استخدم الاثنين، ملهاش لازمه عشان ما اعملش اوفر لود جامد على الراوتر بتاعي. طب لو انا هستخدم الاي اس بي هستخدم بروتوكول ايه؟ اي اس بي مع الاس اتش اي مثلا. تمام. وبالنسبه للهاشنج اي اس بي مثلا مع اي اس 128. واضحه؟ وبعد كده هقول له هنا ايه؟ اوكي. نيكست. طب بالنسبه للانترستنج ترافيك، لو الداتا جايه لي من اللوكال بتاعي اللي هو وحايد اللي البريفكس بتاعه 32، لو رايحه لمين؟ 28 اللي البريفكس بتاعه 32. ممكن اكتبها هنا او كده، هي كده كده بيتحولوا لبعض. كان ممكن ان انا برضو اكريتها عن طريق اكسس ليست، بدل ما احطها كده اعملها اكسس ليست زي ما انا عملتها هناك على الراوتر. نيكست. خلصت. شفتوا الهيصه اللي انا ببحث فيها من الساعه كام؟ خلصتها. تمام. طبعا لو قلت له دلوقتي تيست هيديني ايرور. ليه؟ حتى هذه اللحظه الطرف الثاني انا لسه ما عملتلوش كونفيجريشن، فما ينفعش اقول له هنا تيست، هيديني فيل. فاقول له فينش. طبعا اللي في الاخر ده سمري. دي كل الاوامر اللي هيتعمل لها بوش للراوتر. بصوا قد ايه؟ ما هي بتترجم لاوامر. الوزر ده اصلا بتترجم لاوامر. وممكن اقول له هنا كمان سيف الكلام ده على مين؟ على الستارت اب كونفيج. ما انت اي امر بتاع اي ويزرد بتشغليه هنا اصلا يا شروق بيتعمل له ايه؟ بيترجم لامر ويتعمل له بوش للراوتر. يعني مثلا انا نفس الاوامر دي ممكن اعملها عن طريق اس تي سي بي. تمام. وفي الاخر اقول له ايه؟ ديليفر. اوكي. كده انا خلصت على الراوتر ده. هروح على الراوتر التاني واشغل برضه، اوصله الكارت بتاعي عشان اشغل السي سي بي عشان ان انا اقدر اكونكت عليه واعمل نفس الكلام. بس ليه وجع القلب ده؟ بصوا الاوبشن ده محترم قوي. بص هنا بيقول لي ايه؟ جنريت. جنريت ايه؟ كومنت ولا ميرور؟ ميرور. ميرور يعني دي الاوامر اللي انا هروح واخدها كده ابتداء من هنا، السطرين اللي فوق ده كومنت. هبدا اخد الاوامر دي من هنا كده كوبي
واروح راح على الراوتر التاني بيست، اجي في الكونفيجريشن مود بيست، خلصت افضل بكتير. عملت بيست في الكونفيجريشن مود تمام، ناقصتي خطوه واحده بس، ايه هي؟ الاوامر دي لسه ما اتطبقتش تحت الانترفيس، هيبقى ناقص لي امر واحد بس ان اطبق الاوامر دي تحت الانترفيس تمام، اللي هو بامر ايه؟ لو جيت على الراوتر الاولاني وقلت له شو رانينج كونفيج على الانترفيس اف 0 اوفر 0، طبعا هلاقي كل الاوامر لاني خلاص يعتبر بعتها عن طريق البرنامج ده، فهو ده الامر اللي ناقصني. كريبتو ماب هو كريت لي ماب لوحده اسمها اس دي ام اندرسكور سي ماب اندرسكور 1. اس دي ام ده جاست بس اسم البرنامج القديم، الفيرجن القديم اللي كنت بقول لكم عليه قبل السي سي بي. هاخد الامر ده واجي هنا على الانترفيس المقابل للوين اف 0 اوفر 1 بيست، انا كده خلصت شغلي. ايه رايكم لو جيت المره دي بقى اقول له تيست للتانل؟ اوكي تيست للتانل، اه سوري ستارت، معلش سوري. طبعا داون اللي في الاول دي جاست بس عشان كان ايه؟ كان لسه ما اشتغلش، بعد كده بيكون عمال يتشك وعمال يقول لي ايه؟ سكسسفول سكسسفول سكسسفول، واقف على حاجه ان بروجريس. طب نقرا كده مع بعض. سيسكو سي بي ويل انيبل راوتر ديباج اند جنريت تانل ترافيك تو ديترماين مش عارفه ازيس بروسيس كان تيك دو يو ونت تو كونتينيو، ماشي اوكي. بس بيقول لي طب اعملي لي كده جنريت لاي ترافيك عشان عايزه تست عليه، اعملي لي جنريت لاي ترافيك تمام؟ ماشي يا عم، ممكن اقول له اعمل لي انت جنريت للترافيك اللي جاي لك من السورس دي، ده حتى مش قادر اتحكم فيها، كانك رايح لمين؟ للاي بي ده تمام، واقول له كونتينيو. ها التانل بتاعي ايه؟ اب. وطبعا لو جيت اتست دلوقتي بالواير شارك برضو هلاقي الداتا بتاعتي السكيورد مش عارف فيه اي حاجه جواها، سهل جدا السي سي بي ولا لا تمام. بالمناسبه طالما سالتي السؤال ده يا شروق، على سبيل المثال تعالي امسك اي حاجه بسيطه كده، مثلا راوتر اوبشنز، لو جيتي تغيري اسم الراوتر تمام اوكي، اول ما اقول له اوكي مش هو ده الامر اصلا بتاع تغيير الهوست نيم؟ لو جيت طبعا اعمل له ديليفر اوكي، وجيت على الراوتر الاولاني اتعمل له بوش في لحظتها ولا لا؟ حد وقع مني كده شاف في السي سي بي؟ طيب انا اشتغل اكواد احسن ولا اشتغل السي سي بي؟ بالنسبه للناس اللي بتسالني انهي افضل السي سي بي ولا السي ال اي؟ اولا احنا بقالنا قد ايه بنشرح في السي ال اي؟ كتير جدا، ايدك انت نفسك اتعودتي عليها ولا لا؟ تمام؟ السي سي بي مفيد في حاجات، على سبيل المثال كونفيجريشن بتاعت الفي بي ان، لان عاده في ناس بتسترخمها تمام؟ انا عن نفسي حتى خلاص اتعودت عليها بالسي ال اي، بقيت اعملها دايما بالسي ال اي. في ناس مش حابه الاوامر دي كلها تتعمل، يعني اللي اقصده ان انت تعملي ميكس من الاثنين تمام. برنامج السي سي بي لو انت ما ظبطتيش الفيرجن صح بتاع جافا، لو في فيرجنز حاجه سوفت ويرز معينه، افرضي ان اللاب بتاعي عمل ابديت دلوقتي للجافا، هتلاقي الدنيا هيست وحصل ياما البرنامج ده اخد مني ترابل شوت فوق ما تتخيلي تمام، مشاكله كتير. انت نفسك بعد كده هتحبي تشتغلي بمين؟ بالسي ال اي. الحاجات الصعبه قوي اشتغليها بالسي سي بي، الفي بي ان، الاي بي اس، فاكرين الاي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم؟ كلمتكم عنه نظر قبل كده تمام، ده هتدرسيه في السكيورتي ان شاء الله تمام. الاي بي اس، الزون بيست فاير وول، في كونفيجريشنز معينه بتبقى الكونفيجريشن كبيره وتقيله، فيفضل ساعتها ان انت تستسهليها بمين؟ بالسي سي بي تمام. ان انا بصفه عامه الحاجات العاديه اشتغلوا بايه؟ شكلك نايم نايم يا ايه. الحاجات العاديه اشتغل بايه؟ سي ال اي وخلاص، انت بقالك فتره طويله عماله متعوده عليه. طب انا لو ده هي اسمها في التعامل اللي ظبط في الفي بي ان على قد الفي بي ان بقى ظبطها شويه. يعني ايه ده هي؟ لو البرنامج هيس هو اللي ظبط الفي بي ان، اه كده اوريدي خلاص مش سايبها. اه خلاص يعني مش البرنامج ملوش اي لازمه في الحياه غير ان هو بيعمل بوش للاوامر للراوتر بس وخلاص انتهى تمام؟